بس أنا كنت صغيرة كنت ما بعرف شيء. بقبل أرجع أشوف بيتنا وأشوف سوريا. أنا اسمي فاطمة. صلي تركيا 4 سنين. أنا لازم أكون صف أول. خلينا صف الثالث. أنا مواليدي 2012 هنا حطوني 2010 وعملوا لي صف الثالث. صار خربطة يعني. أنا ما رحت على المدرسة لأنا كنت صغيرة كتير وخايفة كنت. هلأ صرت ما أشبه يعني. هلأ ما بخاف ولا شيء لأني صرت كبيرة وشجاعة. شلون بقولوها؟ شجاعة. أنا بحب المدرسة. كويسة بتعلم يعني في هيك تركي بصير بحكي تركي يعني شوي. أنا لما بدي أكبر بدي أصير كوفيرة. بحب أكتر الشيء إنه أغني. يا رايحين بعيد والروح وياكم مات الفرح والعيد من يوم فرقاكم. هيك بس بعرف أنا.